آلاف المواطنين من سائر محافظات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل ذكرى الإسراء والمعراج بالحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل وسط أجواء احتفالية تليق بالرمزية الدينية لهذه الذكرى. يعني هذا يوم مميز في محافظة الخليل بهذه المناسبة، نقول لشعبنا باسم السيد الرئيس كل عام وأنتم جميعا بألف خير، ولكن الخليل تشهد حراكا غير مسبوق سواء في استقبال الضيوف الأتراك والوزير التركي وهذه لأول مرة. وشارك بالاحتفال 500 شخص من تركيا لمال الحرم الإبراهيمي الشريف من رمزية دينية لدى الكثير من المسلمين من كافة أنحاء العالم على اعتباره من أكناف بيت المقدس، ويضم في أسفله قبور الأنبياء كسيدنا إبراهيم ويعقوب وإسحاق وزوجاتهم وقبر سيدنا يوسف عليه السلام. محزون جدا، يعني سأخرج من هنا أنا حزين، هذا لا يمكن أن يقبل من العالم الحديث. هذا كيف يعني هذا مرقد سيد الأنبياء، أبو الأنبياء، جد الأنبياء، يعني كأن أحفاد سيدنا إبراهيم حبسوا أباهم في هذا المرقد. هذا لا يمكن أن نقبل، وأدعو كل العالم لا سيما أمم المتحدة إلى العقلانية، إلى التركيز على هذه المأساة الكبيرة. وتطرق المشاركون إلى الضغوطات التي يمارسها الاحتلال على الحرم الشريف من منع لرفع الأذان وخاصة يوم السبت وفي الأعياد اليهودية، بالإضافة إلى الطقوس التلمودية وأعمال الحفر المتكررة التي ينفذها المستوطنون داخل الحرم. هذا اليوم توجد هناك شعائر تلمودية وإسرائيلية ويهودية وصهيونية بالحرم الإبراهيمي في يوم السبت العادة. الآن هم أخذوا جزء من مساحة المنتزه في الحرم، لكنه جزء بسيط، لكنهم لم يأخذوا راحتهم كالعادة. بالعادة نحن منذ الصباح نحاول إدخال الأمور التي نحن بحاجة إليها من أجل إنجاح هذا الاحتفال، وهم يضايقوننا الكثير الكثير يضايقوننا، ولكن بعزيمتنا وقوتنا ونفسنا معكم ونفس الجميع أصبح هذا الأمر بالنسبة لنا سهلا. وشهدت الاحتفالية لأول مرة عرضا كشفيا ضخما جاب شوارع وأزقة البلدة القديمة بمدينة الخليل وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وفقرات فرح ومرح أدخلت البهجة لقلوب الأطفال، بالإضافة إلى أناشيد ودروس دينية لتشجيع المواطنين على الاستمرار بزيارة الحرم. يصر المواطنون في مدينة الخليل على أحياء ذكرى الإسراء والمعراج في الحرم الإبراهيمي الشريف لما له من أهمية دينية وتاريخية، وفي محاولة لكسر الإجراءات الإسرائيلية المشددة عليها منذ سنوات من الاحتلال والاستيطان. من الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، سجى بشرار، تلفزيون وطن.